إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله سبحانه في كتابه الكريم: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات، يخبر سبحانه وتعالى أن كل أمة استقبلت قبلة وتوجهت إلى وجهة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرهم الله سبحانه باستقبال الكعبة والتوجه إلى بيته الحرام. ثم يأمرنا سبحانه وتعالى باستباق الخيرات. فاستبقوا الخيرات، واستباق الخيرات هو المسابقة والمبادرة إلى الأعمال الصالحة والتعجيل بها قبل فواتها، ومنافسة الآخرين فيها، فكل هذا مما يدخل في مسابقة الخيرات واستباق الخيرات. فعلى المسلم أن يعجل بالعمل الصالح، وذلك لأن الإنسان بين زمن مضى لا يستطيع رده، وبين زمن مستقبل لا يدري هل يعيش فيه أو لا. ودائما يأتي الشيطان يزين للإنسان أن يسوف ويؤجل العمل ويؤجل التوبة، ويقول غدا وبعد غد، ثم يأتيه أجله قبل أن يحقق مراده، فلم يبقى أمام الإنسان إلا الزمن الحاضر واللحظة الحالية التي هو فيها. فعليه أن يغتنمها في العمل الصالح، لأن الماضي لا يستطيع رده، والمستقبل لا يدري هل يعيشه أو يبقى له أو لا يدركه. فالحسم ومقتضى العقل والحكمة أن يغتنم لحظته ووقته الله في الإكثار من العمل الصالح ومنافسة الآخرين فيه. فأمر الله سبحانه وتعالى بالتنافس في الخيرات، فقال سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فعلى خلاف أمر الدنيا يأمر الله سبحانه وتعالى فيها بالإيثار ويمدح أهله، ويوصي النبي عليه الصلاة والسلام بالقناعة بالقليل فيه، هذا في أمر الدنيا. أما في أمر الدين فيشرع للمسلم أن يستكثر
من العمل الصالح وأن يسعى لمنافسة من هو أكثر منه صلاة أو صدقة أو ذكرا لله تعالى أو تلاوة للقرآن فينافس غيره ويسعى لكي يكون في أعلى المراتب في أمر الدين. ولهذا فقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتنافسون في الخير، ومن أعظم أمثلة ذلك ما كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المنافسة في الخير. فكان عمر رضي الله عنه يجتهد أن يسبق أبا بكر يوما في عمل صالح، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام يوما إلى الصدقة، فقال عمر رضي الله عنه: اليوم أسبق أبا بكر. فذهب إلى بيته وأحضر نصف ماله، قسم ماله نصفين وأحضر نصفه ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم مثله. ثم بعد قليل جاء أبو بكر رضي الله عنه ووضع ماله كله بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. قال: تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أسبقك أبدا. كان يظن أنه سيسبق أبا بكر في هذا اليوم، فيأس من أن يسبقه. فتنافس في الخير ورغبة المسلم أن يكون أكثر ثوابا وأكثر اجتهادا وطاعة من غيره، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فكانت المنافسة بين الرجال والنساء، اشتكت النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجعل لنا يوما تذكرنا فيه أو تعظنا فيه. فواعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما يعظهن فيه أو يعلمهن فيه الدين. وقالت النساء أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم: فضل الرجال علينا بشهود الجماعة والجهاد، وذكرنا أعمالا يعملها الرجال ولا تتمكن منها النساء من الأعمال الصالحة. فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وفي حديث آخر قال: حسن تبعل إحداكن لزوجها تعدل ذلك كله. فكانت المنافسة في الثواب والأجر والعمل الصالح. وكذلك الفقراء والأغنياء، اشتكى الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويجاهدون ولا نجاهد. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يذكروا الله تعالى بعد الصلاة، فيسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33. فسمع بذلك الأغنياء ففعلوا مثل ما فعل الفقراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والشباب الصغار نافسوا الكبار، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج للغزو فيأخذ معه من بلغ 15 عاما ويرد من كان دون ذلك. فجاءت أمهات الشباب الصغار الذين دون 15، فجاءت أمهاتهم يشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم حرص أولادهن على الخروج للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنافسوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في المصارعة وفي الرماية الشباب الصغار.
دون سن 15 تنافسوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام لإظهار مهارتهم في الرماية ومهارتهم في المصارعة، حتى قبل النبي عليه الصلاة والسلام سمرة بن جندب ورافع بن خديج، وكانوا دون السن ولكن لمهارتهم في الرماية وفي المصارعة ونحو ذلك، فكانوا يتنافسون في الخير. وهكذا كان مجتمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فاستبقوا الخيرات، فيأمرنا الله سبحانه وتعالى بمنافسة الآخرين في الخير وبالمبادرة والتعجيل بالعمل الصالح قبل فوات الأوان. وفي معنى هذه الآية الكريمة أيضا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فهذه هي الأعمال التي يسبق بها الإنسان غيره ويسارع بها إلى مغفرة الله تعالى وجنته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسارع إلى الخيرات، كان يصلي الصلاة في أول وقتها عليه الصلاة والسلام، وصلى يوما عليه الصلاة والسلام صلاة فعجل فيها وخففها على خلاف عادته عليه الصلاة والسلام، ثم لما سلم من صلاته دخل بيته مسرعا، فعجب الناس من سرعته عليه الصلاة والسلام على خلاف عادته. فلم يلبث إلا قليلا، وكانت صلاة عصر، فخفف الصلاة ودخل بيته مسرعا عقب الصلاة، فلم يلبث إلا قليلا حتى خرج ومعه تبر قليل من الذهب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذكرت تبرا كان عندنا صدقة، فكرهت أن يبيت عندنا أو خشيت أن يبيت عندنا، يريد أن يسارع عليه الصلاة والسلام بإخراج هذه الصدقة ويعجل بها عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالمبادرة بالأعمال الصالحة، أي بالتعجيل بها، لأنه كما ذكرنا الإنسان بين زمن مضى لا يستطيع أن يرده وزمن مستقبل لا يعلم هل يدركه أم لا، وزمن حاضر، فهذا الذي عليه أن يبادر فيه ويسارع فيه للعمل الصالح قبل أن تفوته هذه الفرصة فيندم ولا تساعة مندم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالمبادرة بالأعمال الصالحة والتعجيل بها وعدم تسويفها وتأجيلها. ورد هذا في أحاديث كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يعني عجلوا بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي هذه الفتن التي تصرف الناس عن الحق وتفتنهم عن دينهم. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيحصل في آخر الزمان أن يكون الرجل مؤمنا في أول النهار، ثم تأتيه فتنة فيفتن فيها ولا يدخل عليه المساء إلا وقد كفر عياذا بالله تعالى،
وما عدينه بعرض من الدنيا قد ضحى بدينه من أجل بعض مصالح الدنيا فدخل عليه المساء وقد كفر والعياذ بالله تعالى، ويؤسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن المخرج من هذه الفتن وسبيل النجاة منها أن يبادر الإنسان إلى العمل الصالح في وقت الرخاء قبل مجيء هذه الفتن حتى يثبته الله سبحانه وتعالى فيها. وكذلك جاء في حديث في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض والدجال وخويصة أحدكم وأمر العامة. فذكر ستة أشياء وأوصى بالمبادرة بالأعمال الصالحة قبل مجيء هذه الأمور الستة. فمنها أربعة من أشراط الساعة الكبرى: طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض والدجال، ثم قال: وخويصة أحدكم وأمر العامة، يعني أنه في آخر الزمان سيفسد أمر العامة، وأمر العامة يعني وفساد أمر العامة، ويلزم الإنسان خاصة نفسه، يلزم المؤمن خاصة نفسه، يعني لا يثق إلا في قليل ممن يثبتون معه على الحق ويعينونه على الخير، وتنزع الأمانة ويفسد أمر عامة الناس. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الزمن وأوصى بالمبادرة بالعمل الصالح قبل مجيء هذا الوقت. وكذلك جاء في حديث صحيح في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن صحابي كريم اسمه عابس الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا: إمارة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغذيهم وإن كان أقلهم فقها. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان ستحدث هذه الأمور: إمارة السفهاء، يتولى السفهاء الحكم والإمارة، وكثرة الشرط، أن تكثر الشرطة الذين يظلمون الناس ويؤذونهم، وبيع الحكم يعني فشو الرشوة في الحكم، ويحكم القاضي والحاكم لمن يعطيه المال وإن كان هو الظالم ويقضي على المظلوم، وبيع الحكم واستخفافا بالدم، كثرة القتل والاستخفاف بالدماء، وقطيعة الرحم ونشوا يعني شبابا صغارا يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها، يعني يصبح القرآن عند الناس لمجرد التنغيب والتطريب وسماع صوته، ويهجر الناس فهم القرآن والعمل به والتحاكم إليه. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور وأمر بالمبادرة إلى العمل الصالح قبل مجيء هذه الأيام. وكذلك في حديث آخر نختم به الخطبة رواه الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو هرما مفندا أو مرضا مفسدا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر.
أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل مجيء هذه الصوارف التي تصرف الإنسان عن العمل الصالح، الفقر المنسي والغنى المطغي والهرم كبر السن الذي يفند وهرما مفندا، يعني يذهب تركيز الإنسان وعقله ووعيه، وغنى ومرضا مفسدا أو موتا مجهزا أو الدجال أو الساعة. فهذه كلها أمور إذا جاءت صرفت الإنسان عن الطاعة وقلت فرصته في العبادة والطاعة. فيوصي النبي عليه الصلاة والسلام باستباق الخيرات والمبادرة إلى الأعمال الصالحات قبل مجيء هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، ولطاعتك عن معصيتك، ولفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.